اللي عجبني بالكونكت انه اهم شيء اول ما دخلت القسم انه راسا الابتسامه الحلوه، الدلاله على الامل والمحبه، واستقبالي ست وفاء هيك بترحيب حلو وابتسامه حلوه، وانطوني يعني شجعت انه هيك نفسيا ارتاحت يعني. ماكو اول ما شفتهم وشفت انه اهتمامهم، ويعني حسيت انه اكو ثقه، اكو امان، اكو محبه، اكو هذا الشيء اللي عجبني يعني بهم. اكثر شيء يعني انه دائما السؤال علينا، يسالون بينا، وهيك تحسين انه بوجوههم يعني نفسيا ترتاحين لهم انه تحكين اللي بداخلك يعني.